مكان يا مكان، في سالف العصر والأوان أميرة جميلة في قصر كبير. أعجب بيها أمير البلاد وراح عشان يعزمها على حدث مهم جدا. فرحت الأميرة وقعدت تفكر ألبس إيه المناسبة المهمة دي. ظهرت لها الجنية ولبستها أشيك فستان يليق بالحدث ده. شافها الأمير انبهر وخدها عشان يروحوا ديفيلي بونجورنو. تعالوا أنتوا كمان احضروا معانا أهم حدث مستنيينكم في ديفيلي كيدز، مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، مدخل كا 4، أيام 7 و8 و9 سبتمبر. هتلاقوا دايما اللي في خيالكم عندنا.